لما تيجي تستخدم الـ AI او الذكاء الاصطناعي وانت بتحضر الدروس بتاعتك، تعمل lesson planning او عايز ماتيريال معينه، وشفت الكورس اللي عندنا على القناه بالفعل عن الذكاء الاصطناعي، واحده من التحديات اللي ممكن تقابلك وهو البرومبت اللي هتيجي تكتبه مع استخدام تشات جي بي تي مثلا. يعني واحده من الكيسز اللي قابلتني ان احد المدرسات بعتت قالت لي انا عايزه احضر دلوقتي كورس عن الاكاديميك رايتنج، وعندي مشكله ان انا مش عارفه اجيب امثله لارجيومنتاتيف اسس كفايه. طيب نعمل ايه في حالة زي كده؟ هل تشات جي بي تي مش عارف يطلع argumentative essay؟ تشات جي بي تي ممكن يعمل اي حاجة وكل حاجة، او اي AI tool ممكن تعمل كل اللي انتوا نفسكم فيه، ولكن كل حاجة بتعتمد على البرومت اللي داخل لها. الفرق ما بين جوجل والتشات جي بي تي او AI tools ان انت في جوجل كنت دايما بتحاول او متعود على ان انت بتستخدم keywords صغيرة على قد ما تقدر عشان تطلع لك نتائج بحث سليمة او كويسة. لكن في حاله استخدام بقى تشات جي بي تي او الاي اي تولز، انت محتاج شويه تعمل العكس. انت محتاج ان انت تحط احسن برومبت وديتيلد برومبت فيه تفاصيل كتيره علشان خاطر تقدر تديك النتيجه اللي انت عايزها وتجرب باشكال مختلفه. يعني مثلا ممكن تقول له I am an English instructor with 15 years experience وعايز اعمل كورس عن الاكاديميك رايتنج، او انا محتاج مثلا امثله للارجيومنتاتيف اسس، وتحدد له بالظبط انت عايز ايه. وبالعكس انت كمان ممكن تقول له act as an English teacher with 15 years of experience، وانا يعني مثلا انت هتقول له اعمل نفسك مدرس انجليزي بقاله 15 سنه خبره، وهتحضر محتوى الكورس اونلاين عن الكتابه الاكاديميه، ومحتاج الاوتلاين، ومحتاج مثلا امثله، ومحتاج اسس، وهكذا. عملت بقى الاوتلاين وطلع لك كل حاجه، تبتدي انت بقى بالخبره بتاعتك ان انت تراجع على المحتوى ده، لان ممكن يبقى في حاجات هو بيخرب فيها. يعني ممكن تلاقيه مثلا في اجزاء معينه هو كاتب لك الاوتلاين بتاع الاسي مش كاتب لك الاسي نفسه، فانت تقوم واخد الحته دي وتقول له لا انا عايزها بالشكل دوت مش بالشكل ده، وتبتدي تجرب مع اكتر مره لغايه ما يديك النتيجه اللي انت عايزها، وتبقى متعود على الطريقه اللي بتتكلم بيها معاه. لكن ما تتخيلش ابدا ان هو مش عارف او ما عندوش الاوبشن ده، لا ده هو عنده اوبشنز كتير جدا. فكل اللي انت محتاج تعمله ان انت بس تتعود ان انت تتكلم معاه بالشكل اللي هو يفهمه. فانت كده محتاج انك تتعود على كتابه البرومبتس، ومش بس كده، انت ممكن اصلا تبقى بتستخدمه ان هو يكتب لك برومبت تستخدمه على عليه هو ذات نفسه ان هو يطلع لك نتيجه كويسه، زي ما بنشوف في مواقع الاي اي الخاصه بالصور، ان انت ممكن تروح على حاجه زي تشات جي بي تي او اي اي تولز ان انت تطلب منها برومبت معين تقوم واخده وتقوم حاطه على البيكتشر اي اي تولز ان هو تحطها له فيطلع لك صوره كويسه. فهي نفس الفكره كده، انت محتاج ان انت بس تتعلم تكتب له برومبت ديتيلد ان هو يقدر يتخيل نفسه مكانك عشان خاطر يديك النتيجه اللي انت عايزها. لو انت لسه مش متعود على استخدام التكنولوجي ومش عارف هو ايه تشات جي بي تي او ايه هو الاي اي، فعندنا كورس كامل على القناه عن الاي اي فور ايديوكيترز، وتقدر كمان تشوف باقي الكورسات الخاصه بالتدريس الاونلاين على قناه تيفل شيب. شكرا ليكم، ويلا اقعدوا بالعافيه.